الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. احلى فطيره جلاش عند ماما بركه بالشاورما. يعني احنا من عاده بنعمل الجلاش بسكر او بزداني او بلحمه مفرومه. النهارده ماما بركه عامله فطيره الجلاش بشاورما جميله، هتعجبكم تحفه تحفه. بالصلاه على النبي، تعالوا كلوا معانا حبايب ماما بركه، حبايب ماما بركه. بالصلاه على النبي، تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حبايب ماما بركه، حبايب ماما بركه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واتم حال. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. النهارده بقى ماما بركه هتعمل لكم ايه؟ حاجه جديده، طريقه جديده. تابعوا الفيديو من الاول للاخر، هيعجبكم. بالصلاه على النبي، النهارده هنعمل الجلاش بطريقه جديده. هنعمل ايه؟ طبعا طول عمرنا بنعمل الجلاش بلحمه مفرومه وايه وكده، يعني يا بلحمه مفرومه، يا نعمله مثلا مسكر، يا نعمله مثلا محشي زداني كده. لا النهارده ماما بركه هتعمل الجلاش بالصلاه على النبي بشاورما. جبت، رحت عند الجزار، جبت نص كيلو لحمه شاورما اهوت، خليته قطعهولي من عند الجزار اهو. طبعا هنعمل النهارده، هنعمل الجلاش بشاورما. طبعا اللحمه هي متقطعه اهي، مقطعها لي الجزار. بالصلاه على النبي، مقطع فلفل ايه؟ اخضر وفلفل احمر رومي بلدي، مش الرومي، مش الفلفل اللي هو يعني التخين، لا ده فلفل بلدي. بالصلاه على النبي اهوت. الخضار في السوق حلو ومتهود، يعني حلو. بالصلاه على النبي، يعني الفلفل مش غالي، بخمسة جنيه وستة جنيه، التاني ب 12 جنيه. لا انا جبته بخمسة جنيه، ونقيت احمر ونقيت يعني مشكل ايه من الفلفل بتاعنا ايه البلدي. خرطت نص كيلو بصل اهوت، برده ايه جناح عصفوره كده صغير. بالصلاه على النبي، وطيتين اتنين حبه صلصه من اللي انا عاملاها. الصلصه دي انا عاملاها في البيت. طبعا بالصلاه على النبي، التوابل بقى بتاعتي شويه توابل حلوين كده، فلفل اسمر على توابل لحمه، على كاري، على بابريكا، على ملح بشطه، سمنه بلدي. بالصلاه على النبي، هنا بقى حبه بسله طلعتهم من الفريزر، مع جزريه مبشوره كده، مع ايه لفه الجلاشين. بالصلاه على النبي. طبعا هنبدا نسمي الله ونعمل ايه لحمتنا الاول، تعالوا معايا. على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما صل على النبي. طبعا ايه حطيت ايه معلقه السمنه اهيت. طبعا ايه هنعمل ايه، هنعمل بالصلاه على النبي الشاورما النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حطيت معلقه السمنه، هنعمل الشاورما الاول. النهارده ماما بركه هتعمل لكم طريقه جديده للجلاش، بدل ما نعمله يعني مسكر بس او اعمله بلحمه مفرومه، لا النهارده هنعمله باذن الله بالبتاع ده هي بايه، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. طبعا هعمله ايه طريقه جديده كده، هتعملها ماما بركه بشاورمه اللحمه. طبعا حطيت السمنه، بالصلاه على النبي، ببدا احط لحمتي اهي، بالصلاه على النبي اهي. هنعمل جلاش بالشاورما بتاع اللحمة، يعني شاورما لحمة. رحت جبت نص كيلو لحمة من الجزار، قلت المرة دي مش هعمله ايه بلحمة مفرومة. أنا بحب أعمل الحاجة هي هي بس أشكل فيها تبقى مختلفة. يعني أنا عملت الجلاش بلحمة مفرومة كتير، عملته سمبوسة، عملته بسكر، عملته بلبن، يعني ايه الجلاش عملته بكذا طريقة. بس قلت بقى النهارده نعمله بايه؟ بطريقه بالصلاه على النبي ايه؟ بالشاورما. حطيت الشاورما هي، طبعا مش هقلبها الا لما ايه ما تاخد الصدمه علشان ما تبكش ميه. بالصلاه على النبي اهي، هسيبها شويه على ما اقلبها اوريكم، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حطيت اللحمه ما قلبتهاش لسه، هنقلبها مع بعض اهي. بالصلاه على النبي، شايفين بقى؟ قلت النهارده هنعمل طريقه جديده في الجلاش، بدل ما اعمله بلحمه مفرومه، لا انا هعمله بشاورمة لحمه. رحت عند الجزار وقلت له عايزه نص كيلو لحمه، فجبت اللحمه اهيت. طبعا ايه حطيت معلقه السمنه، ادي اللحمه الاول صدمه كده. طبعا الجلاش ما بيستحملش، لازم أن ايه اسوي ايه اللحمه بتاعتي او اسبكها، او يعني ايه هعملها يعني ايه، يعني ما تبقاش ايه ولا عايزاها ميه، يعني مش عايزه فيها ميه كتير،
لان الجلاش ورقته خفيفة مش هيستحمل لو في مية هيعمل. لا انا طبعا هنشف لحمتي خالص واخلصها واعملها ايه تبقى حلوة كده، ببصلي بفلفل الالوان، واللي يحب الفلفل اللي هو اللي انا بقول لكم اللي هو اللي الرومي ده وطب 12 جنيه جيبه، بس انا بحب يعني منزل السوق يعني اجيب ايه الحاجه بتاعتنا المتهاوده. برضه انا بحب ايه ادور على الحاجه اللي على قد الايد ايه متناول الجميع. الحاجه غليت الوقت، كل حاجه غليت، واقول لست البيت الشطوره تدور على الحاجه اللي ايه اللي على قد ايدينا ونجيبها. يعني في الحاجات غليت ما نقولش مش هنجيب، لا الحاجه غليت لا هنجيب، بدل ما اجيب نص كيلو اجيب ربع كيلو، بدل ما اجيب كيلو اجيب نص كيلو، المهم هنجيب وهناكل وهنعيش ونبقى زي الفل. بالصلاه على النبي اقول لحبايبي برضو، طبعا انا عندي ايه اما يبقى عندي حبه رز، انا عندي طيور ممكن انا يعني يا ماما بركه اطلعها ايه للطيور بتاعتي. اللي ما عندهاش مثلا طيور ولا حاجه فاض عندها حبه رز ممكن ايه تعيد ترتيبهم، نحط معاهم ربع كيلو كبد وقوانص، ربع كيلو لحمه، ربع كيلو شاورما، نص كيلو حسب الامكانيات بتاعه ست البيت، واعمله كده واحط شويه الرز عليه. ممكن احطهم في ايه الرز على الربع كيلو الحاجه اللي هجيبها مع بصلايه مع بتاع، واروح احطهم في صينيه واعمل عليهم بشاميل واعملهم حاجه ايه صينيه بشاميل. ممكن اعملهم اجيب يعني عندي رقاق ولا بتاع ده واعملهم برضه صينيه رقاق. برضه ممكن اعمل مثلا لفه جلاش واروح عاملاهم برضه شويه الرز بشويه اللحمه اللي هجيبها او الكبد والقوانص او ايا كان، واروح حاطه سلطانيه كده وحده الجلاش واعبي فيها واعملها بولات كده حلوه. يعني ايه نتصرف ست البيت تتصرف ايه في كل حاجه ونمشي على قد امكانياتنا. بالصلاه على النبي. طبعا ايه لحمتي ايه اتبلت شويه، هي اول حاجه احط ايه توابلي كلها، شويه توابل كده حلوين مختبرين على قد اللي عندك برده وتحطيهم. بالصلاه على النبي اهو كده هو خليت لحمتي شربت الميه بتاعتها خالص. استنى اهي كده بشوف بنحمر كده نعتبر ايه بتتحمر اهي، شايفين بالصلاه على النبي بصوا بقى بصوا شكلها بقى بروح عامل ايه بقى ايه، لان ايه دي ايه لحمه فبتعمل شويه طبعا عن المفرومه. بروح بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي والله ما صلى على النبي، بنزل بصلي كده انا عامله نص كيلو بصل مع نص كيلو لحمه، وعامله ربع كيلو فلفل برضه حسب ايه يعني احتياجاتك انت اللي تعوزيه، تحط قرنين اثنين تحط ثلاثه تحط اكتر اقل. انا عامله ربع كيلو فلفل اهو اخضر واحمر من البلدي بتاعنا. طبعا حطيت البصل اهو بالصلاه على النبي. طبعا هتبل البصل شويه مع اللحمه وارجع اوريكم، خليكم معايا. احمر الرحيم شايفين بقى عملت البصله ازاي مع اللحمه بالصلاه على النبي اهو. مش انا حطيت اول حاجه اللحمه وبعد كده حطيت التوابل بالصلاه على النبي، حطيت لحمه الشاورما بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي. بروح منزله في الفلفل كله كده اهو بالصلاه على النبي اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم شايفين الجمال والتحفه، يعني حاجه تحفه كده بالصلاه على النبي. هنقلب كده اهو شفتوا بالصلاه على النبي كده اهو. هنعمل النهارده جلاش بالشاورما بدل ما بلحمه مفرومه، لا ماما بركه النهارده غيرت وعملت جلاش بالشاورما. سميها بقى فتت الشاورما، سميها جلاش بالشاورما حسب ما تحبي. بالصلاه على النبي شايفين التحفه والجمال بالصلاه على النبي. يعني ست البيت تتصرف، انا جبت نص كيلو لحمه، خرجت نص كيلو بصل، خرجت يجي ربع كيلو فلفل. بالصلاه على النبي انت بقى يعني كميه قليله هات ربع كيلو لحمه مع بصلتين مع قرن فلفل. بالصلاه على النبي الكميه كده بسم الله الرحمن الرحيم، هات كيلو كيلو لحمه، هات نص كيلو، هات ربع كيلو حسب امكانياتك مع لفه جلاش وتعملي احلى وجبه. بالصلاه على النبي. طبعا ايه اول حاجه بحط شويه الصلصه، الصلصه دي انا عاملاها في البيت قطه ومسبكاها في قلب البيت. بالصلاه على النبي قطيتينهم اتنينهم مخرطاهم برضو ايه زي البصل كده زي الفلفل بالصلاه على النبي. شفت بقى الجمال والتحفه، هي كده ممكن الشاورما كده
نفضيها ونعملها سندوتشات وناكلها. يعني احنا ممكن نعمل الشاورما دي سندوتشات وناكلها، نعمل جنبها شويه مكرونه برضو. الصينيه دي بالصلاه على النبي تاكل عيله، نعمل الصينيه دي وجنبها كيلو رز تاكل عيله، نعمل الصينيه دي جنبها كيلو مكرونه بالصلاه على النبي، يعني حلوه بالصلاه على النبي برضو لو كناها شاورما كده. انما ماما بركه النهارده هتعمل الشاورما دي، هتعمل بيها جلاش بالصلاه على النبي. تسبك شويه، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا بقى الجمال بالصلاه على النبي كده. انا خلصت ايه، عصقت الشاورما بتاعتي ببصلها بلحمتها بفلفلها بالصلاه على النبي. الشاورما دي كده نغمزها بعيش، نعمل جنبها رز، نعمل جنبها مكرونه، يعني هي كده خلاص على الاكل على طول بالصلاه على النبي. النهارده هنعمل بيها جلاش. تعالوا نكمل بقيه الوجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت كيس الجلاش اهو. بنعمل ايه بقى؟ بنسمي الله. النهارده ماما بركه هتعمل وجبه جميله جميله. هنعمل جلاش بالشاورما، طريقه جديده هتعجبكم بالصلاه على النبي. اهي كده. الاول هندهن ايه الصينيه بتاعتنا بقى سمنه بلدي كده جميله بالصلاه على النبي. انا هسميها لكم دي ايه، فطيره الجلاش بتاع ماما بركه بالصلاه على النبي بالشاورما. فطيره الجلاش بالشاورما عند ماما بركه. هسخن السمنه واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيحت السمنه شويه بالصلاه على النبي. النهارده هنعمل عند ماما بركه صينيه جلاش. انا هسميها لكم فطيره الجلاش عند ماما بركه بشاورمة اللحمه، مش بالصلاه على النبي بلحمه مفرومه ولا بحاجه يعني، لا بشاورمة اللحمه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي، والله المصلى على النبي. بنعمل كده اول حاجه في الصينيه من تحت كده اهو. اول حاجه كده دي كده ايه، قعر الصينيه اهو بالصلاه على النبي اهو كده اهوت. فردت ايه الورقه الاولانيه دي فين؟ اهي اهي في الصينيه برو، عامله كده اهوت كده اهو. النهارده هنعمل ايه؟ فطيره بتاع ده اهوت الجلاش بالشاورما عند ماما برو. برو عامله دي كده بقى الرخامه بتاعتي انا مصبناها ومنضفاها عشان اما حاجه اكل من عندي ينزل عليها، عشان حبايبي برضو اللي يشوفوا يبقى عارفين ايه انا بعمل ايه. برضو انا عارفه ان انا ايه بالصلاه على النبي بعمل ايه. برو عامله كده اهوت بالصلاه على النبي كده اهو كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بروح قسمه واحده وعاملها كده اهوت كده اهو برضو كده، والنص التاني بالصلاه على النبي كده اهو. يبقى انا فرشت ايه قعر الصينيه كلها ايه بالجلاش اهي بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سهله فطيره الجلاش بتاع ماما بركه بالشاورما، هتعجبكم. طبعا حطينا ايه الجلاش اهو، ربنا بقى شاورمتي بالصلاه على النبي. شايفين التحفه بقى والجمال؟ بصوا بصوا عامله ازاي بالصلاه على النبي. برو عامله كده اهوت كده اهو بالصلاه على النبي. طبعا انا عامله اللحمه مش مميميها خالص، لان ايه عشان طبقات الجلاش بتبقى خفيفه بالصلاه على النبي اهو بالصلاه على النبي. شايفين التحفه والجمال؟ صينيه الجلاش بتاعتنا، فطيره الجلاش بتاع ماما بركه اللي بالشاورما. شفتوا بقى الجمال اهي كده ايه، فردنا ايه الصينيه. برو عامله، لا برو كمان جايبه واحده بقى كده اهي كده اهي بقى كده اهو برده كده كده اهو اهو بالصلاه على النبي اهو. برو عامله كده اهي دي اهي تمام. بنروح جايبين دي بقى كده، ونروح جايبين بقى دي كده. بروح جايبها دي كده بالصلاه على النبي، تحفه تحفه، جربوها هتعجبكم.
بالصلاه على النبي هتبقى حلوه كده اهو. واروح جايبه بقى دي كده اهوت الصلاه على النبي اهي، شايفين التحفه والجمال. بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي الاخير الصلاه على النبي تبقى كده لفه الجلاش عملناها مع بعض. شايفين انتوا الطريقه سهله وجميله. يبقى دي فطيره الجلاش بتاع ماما بركه اللي عاملاها بالشاورما، جميله جميله اهو. عملناها مع بعضيتنا كده اهيت بالصلاة على النبي. شايفين الجمال والتحفة طبعا ايه اهي كده. بروح بقى ايه كده اهو الصلاة على النبي. انا مسوية لحمتي يعني من الاكل على طول، يعني احنا كان ممكن نغمس بيها كده، طبعا الجلاش مش بياخد وقت. بروح عاملاها كده بالصلاة على النبي اهي كده اهوت بالصلاة على النبي بسمنة بلدي كده. شايفين التحفة والجمال، انتوا بنفسكوا شايفين التحفة والجمال ده كده. وهي نية عايزة تتاكل كده صينية ماما بركة بالصلاة على النبي. طبعا ايه هكمل الوجبة واوريكم. طبعا بالصلاة على النبي انا عملت الجلاش، عملت صينية فطيرة الجلاش بالشاورما. طبعا هعمل ايه بالصلاة على النبي، شوية بسلة هما عندي طلعتهم من الفريزر. هعمل ايه، انا عندي رز فايض بالصلاة على النبي برضو ايه هستخدمه، يعني بقول لحبايبي اللي يعني عندها فاض شوية رز تعيد تركيبهم تعمل اي حاجة. طبعا ايه هعمل دول في بعضهم هما تسبكهم في بعضهم كده، يتسبكوا شوية عشان البسلة، وارجع اوريكم يا حبايبي خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قلبت البسلة في الشاورما. تعالوا بقى معانا ايه نعمل صينية ايه جلاش تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه انا عملت البسلة بالشاورما هي بالصلاة على النبي. عندي بقى طبق رز فايض عندي، طبعا ايه كنت عاملة اكل وفاض رز. طبعا بصوا شايفين الرز مفلفل ازاي، رز بشعرية بالصلاة على النبي، فاعيد ايه ترتيبه تاني. ممكن اعمله بولات في سلاطين، يعني احطه في السلاطين واحط حته الجلاش مثلا بالصلاه على النبي وفي سلطانيه واعبيها كده واعملها ايه بولات بولات، كل واحده كل واحد واحده بالصلاه على النبي. طبعا قلبت ايه الرز مع الشاورما مع البسله بالصلاه على النبي فطيره الجلاش بتاع ماما بركه، قلبته كله دي هعمله في الصاب كله اهو بالصلاة على النبي. هنعمل جلاش بالشاورما. ماما بركة عاملة ايه النهاردة فطيرة الجلاش بالشاورما، هتعجب حبايبي. يعني قلت بدل ما بعملها بنعملها بلحمة مفرومة، لا النهاردة هغير واعملها بالشاورما، هتعجبكم الطريقة اوي تحفة تحفة. عملتها يعني من غير التصوير وعجبت عيالي اوي وقالوا لي ايه اعملها لنا تاني اعملها لنا. قلت خلاص طيب طالما عجبكم بقى يبقى هتعجب حبايبي، اوري حبايبي اصور ووريها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اللهم صل على النبي. طبعا انا جايبه لفه جلاش، بروح عامله ايه بقى كده بالصلاه على النبي. شايفين اهي على قد الصاج، بصوا تحفه اهي. حطيت ايه ورقه الجلاش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبروح عامله دي كده اهو برده اهي، شايفين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اللهم صل على النبي. وبروح بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حاجه ايه تترمي، دي اتقطعت بس هتمشي اهي، تمشي كده اجيبها كده اهو، مش حاجه الدنيا غلا وست البيت الشاطره ما ترميش حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لفه جلاش واحده عملنا منها ايه وجبتين بالصلاة على النبي اهي برضو كده دي اهي كده اهو
الصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ودي هنحطها كده اهو، الصلاة على النبي اهي، بعملها في السلك بتاع الفرن اهوت والجلاش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، الصلاة على النبي. بروح عامل ايه بقى؟ بروح عامله كده اهوت سمنة، الصلاة على النبي كده اهو. هتعجبكم الطريقة دي، جربوها حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل رزي اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شفت بقى، شفت الجمال والتحفة. يعني انا كنت عملت بقى طبعا فاد عندي رز، عدت ترتيبه تاني برضه، انا بوري ست البيت عشان ايه مفيش حاجة تترمى، الدنيا غلا. الرز بقى ب 18 جنيه، يعني ما يفيد منا حبة رز. نعيد ترتيبهم تاني، نستخدمهم بحتة لحمة، بكبدة وقوانص عندي، بصدر فرخة، بأي حاجة عندي، يعني ما مرميش حاجة. لا أنا طب أنا عندي طيور يا ماما بركة، لا برضه أنا قلت يا إيه، هعيد ترتيبهم وأوري حبايبي بالصلاة على النبي برضه إيه، عشان تبقى الواحدة إيه يعني إيه. الصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بروح جايبه دي كده، شايفين الجمال، واروح جايبه دي كده، بالصلاة على النبي، واروح جايبه دي كده، بالصلاة على النبي اهو. شفتوا الجمال بقى؟ دي لفت جلاش واحده، عملنا منها فطيره الشاورما، عملنا منها صاج بالشاورما برضو. بروح عامل ايه بقى؟ بالصلاة على النبي، بالسمنه بتاعت البلدي بقى كده اهو. عملنا صينيتين بلف الجلاش، كان ممكن اعمل الصينيه دي بس يعني، وده ما اعملهاش، بس انا قلت اعيد ترتيب الرز مع حبايبي واوريهم. حبه رز فاضوا ما نلمهمش، نستعملهم اهو بأي حاجة عندنا بقى، بحتة لحمة، بصدر فرخة، بكبد وأوانس، بأي حاجة. أنا بقول لكم على كل حاجة أهو حبايبي، دي إحنا إيه بنستفيد من بعض. وحبايب ماما بركة، ماما بركة بتقول لكم تعالوا كلوا معانا الوجبة هتعجبكم. بالصلاة على النبي، شايفين الجمال والتحفة أهي، بالصلاة على النبي. فطيرة ماما بركة اللي بالجلاش، بالصلاة على النبي، بالجلاش وبالشاورما بتاع اللحمة، بالصلاة على النبي. شايفين الجمال اهو، ادي الصاج اهوت، وادي الصينيه اهو. هولع الفرن واولع. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ولعت فرني، بروح عامله كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، فطيره ماما بركه، الصلاه على النبي طبعا ايه، هيستووا واوريكم الوجبه وتيجوا تاكلوا معانا بالصلاه على النبي. خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فطيرة ماما بركة، بالصلاة على النبي اللي بالجلاش، شايفين، بالصلاة على النبي. فطيرة ماما بركة بالجلاش بالشاورما، تحفة تحفة، شايفين الجمال اهي، بالصلاة على النبي، شايفين الجمال اهو. بصوا دي بالخضار، برز، ببسلة، بشاورما، بلحمة، يعني بالصلاة على النبي. شايفين الفطيرة عاملة ازاي؟ عاملاها لكم في الصاج مربعة اهي، دي طبعا اهي، والفطيرة اللي باللحمة والشاورما بس اهي، دي ما فيهاش رز ولا حاجه، لا دي لحمه وشاورما بس. فطيره ماما بركه بالشاورما، تحفه تحفه، بالصلاه على النبي. هتبرد وتيجوا تاكلوا معانا وجبتنا، تحفه، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. خليكم معايا، بالصلاه على النبي. فطيره ماما بركه اللي بالجلاش، بالصلاه على النبي، دي بالخضار والرز والبسله والشاورما، ادي دي واحده، بالصلاه على النبي حبايبي، بالصلاه على النبي. فطيرة ماما بركة اللي بالجلاش بشاورما، طبعا ايه هنقطع مع بعض وتعالوا كلوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا انا عملت فطيرة الجلاش لحبايبي ووريها لكم بقى. بصوا بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، مستوية من تحت وفوق، بالصلاة على النبي، شايفين التحفة والجمال، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي اهي، طبعا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، شايفين التحفة والجمال. بصوا بصوا الشاورما من تحت عاملة ازاي، بالصلاة على النبي. طبعا ايه هنعمل ايه بقى؟
بسم الله الرحمن الرحيم والله ما صلى على النبي. هذو عاملين بقى كده كده هوت كده اهو كده هوت كده اهو. انا عملتها في الصاج كده عشان اعرف اخرطها كده مكعبات كده ايه واوريها لحبايبي اهي بالمخرطه بتاع الملوخيه. بالصلاة على النبي كده اهو اهي اهو اهو. فطيره الجلاش عند ماما بركه والشاورما والخضار بالصلاة على النبي. شايفين بقى الجمال والتحفه برضو عاملين كده اهوت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم والله ما صلى على النبي. وحبايب ماما بركه يجي ياكلوا معانا هتعجبكم والله الوجبه دي تحفه. بلفه جلاش عملنا صينيتين، عملنا صينيه باللحمه والشاورما والرز والبسله بالصلاه على النبي، وعملنا صينيه بالشاورما بس كده بالفلفل البصل. تحفه تحفه بالصلاه على النبي والله ما صلى على النبي والله ما صلى على النبي. بنعمل كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خرطناهم بالمخرطه. بنعمل ايه بقى بالصلاه على النبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والله ما صلى على النبي. احلى فطيره جلاش عند ماما بركه بالصلاه على النبي بالخضار بالخضار تحفه تحفه. شايفين الجمال؟ طبعا دي بالخضار باللحمه والبسله والرز اللي كان فايض عندي عدت ترتيبه. دي الصاج ده بالصلاه على النبي اهو. بنعمل بقى كده اهوت بالصلاه على النبي برده. خليكم معايا بالصلاه على النبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم والله ما صلى على النبي اهو. شايفين الجمال؟ بالصلاه على النبي بنروح عاملين بقى كده برضه. هوريكم حاجه كده بالصلاه على النبي. بنقطع كده اهوت كده اهو. شايفين التحفه بقى؟ شايفين الخضار بالشاورما بالبتاع؟ تحفه تحفه بالصلاه على النبي اهوت. طبعا هفضي الصاج كله واوريكم. خليكم معايا الصلاة على النبي. صينية الفطير بتاع ماما بركة أم جلاش بالشاورما. ماما بركة النهارده عاملة صينية فطير بالجلاش وحاشيها شاورما بدل لحمة. يعني عاملة الجلاش بشاورما بدل ما بنعمله كل مرة بلحمة مفرومة، لا النهارده أنا عاملاه بشاورما. جميلة وطريقته سهلة وجربوها هتعجبكم بالصلاة على النبي. شايفين الجمال والتحفة؟ لفة الجلاش عملت منها صينيتين، عملت صينية فطير بالجلاش وصينية فطير بالخضار كده برضو بإيه؟ بالصلاة على النبي بالخضار بالشاورما بالصلاة على النبي أهو. بالصلاة على النبي هخرطها كلها وأوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خرطتها هي لسه سخنة وطبعا جميلة تحفة تحفة. شايفين الجمال؟ هذه فطيرة الشاورما بتاع ماما بركة اللي بالجلاش. شايفين الجمال عامله ازاي؟ اهي ادي الخرطه اهيت في ايدي. هنعمل كده اهوت بقى كده بالصلاه على النبي. هطلعها كلها واوريكم بالصلاه على النبي. خليكم معايا. الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. حبايب ماما مباركه بالصلاه على النبي. النهارده عملت لفه جلاش، جبت لفه جلاش، جبت نص كيلو شاورما مع نص كيلو بصل مع قرنين فلفل، وعملت وجبه جميله. عملت شاورما رحت عامله بيها ايه لفه الجلاش، عملت فطيره الجلاش، ورحت طبعا ايه كان عندي رز عدت ترتيبه، حطيت عليه شويه بسله مع شويه جزر مع شويه شاورما، وعملنا صينيتين، صينيه الفطيره الجلاش عند ماما بركه بالشاورما. تحفه تحفه وهتعجبكم بالصلاه على النبي. عايزين طب تعرفوا بقى انا عملت الحاجات دي ازاي؟ بالصلاه على النبي. خشوا على قناه ماما بركه بالصلاه على النبي، واللي مش على قناه يدور على قناه احلى فطيره شاورما بالجلاش عند ماما بركه. حبايب ماما بركه بالصلاه على النبي تعالوا كلوا معانا وبالصلاه على النبي. استنوني في الفيديو الجاي.